طيب كابتن محمود الخطيب كمان على الصعيد الثاني حرص على توجيه الدعوه لمجلس اداره نادي الزمالك عشان يزورونا او يزوروا النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه، وكمان اكد كابتن حسين لبيب على اعتزازه وتقديره الشديد لدعوه كابتن خطيب ليهم، فاعتقد ده بيعكس علاقات وطيده وقويه جدا بين الناديين مهما حاول البعض في فترات ما ان هو يؤثر عليها. هنروح دلوقتي نشوف لقاءات مع اعضاء مجلس الاهلي والزمالك ونرجع نكمل. خليني في البدايه ارحب بالباشمهندس هشام نصر، برحب بيك يا باشمهندس، والرساله مضمونها علم مصر اللي ما بين علم النادي الاهلي وعلم الزمالك، دور كبير جدا بتلعبه الرياضه او القوى اللامعه الاهلي والزمالك النهارده يد واحده وزياره تاريخيه. اولا احب ارحب بمجلس اداره النادي الاهلي بقياده كابتن محمود الخطيب، بنرحب بيهم في نادي الزمالك، اهلا وسهلا بيهم دايما، وبنعتبرها صفحة جديدة للرياضة المصرية بصفة عامة. هي الزيارة دي هدفها الأساسي رسالة لكل المصريين، لكل الجماهير في المدرجات، لكل الجماهير سواء زمالك سواء أهلي، احنا بنلعب رياضة، الرياضة أصبحت أمن قومي، دي رسالة مهمة جدا بنصدر فيها إن الرياضة عملية تنافسية فقط جوه الملعب، براها بيبقى في علاقات دائمة بين سواء أعضاء مجلس إدارة أو اللعيبة. لما كنا بنلعب في أي منتخبات إحنا ما زالت لغاية هذه اللحظة العلاقة بيننا أكثر من رائعة، وده اللي إحنا هنحافظ عليه إن شاء الله، والفترة الجاية هتشوف تنافس شريف داخل الملعب نحاول نحققه كلنا ونوصل لأفضل حاجة للرياضة المصرية. نبني على ده إزاي للفترة اللي جاية يا باشمهندس؟ هي أنا شايفها إن هي رسالة أول ما توجه لجانبين، الإعلام المصري والجماهير في الملاعب. لو وطأة الاحتقان بتقل بين الجميع سواء إعلاميين سواء جماهير، أعتقد الملاعب هتتفتح تاني للجماهير، الاحتفالية سواء بأي بطولة هتبقى في وضع تاني، وجهة مصر الخارجية سواء في أي منافسات دولية أكيد هتبقى حاجة كويسة إن شاء الله. عايز أروح الأستاذ طارق أنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، بشوف الكابتن أحمد سليمان عشان أسجل مع الكابتن أحمد سليمان، قال لي أنا عايز الأستاذ طارق أنديل، يعني أعتقد رسائل كتير جدا، أنا عارف العلاقة الطيبة اللي ما بين حضرتك وما بين الكابتن أحمد سليمان، أعتقد هي بتبان إن هي رسائل بسيطة لكن هي بتعي الكثير لكل أفراد المنظومة الرياضية في مصر. بين كابتن أحمد سليمان وبين المهندس هشام نصر وكل منظومه مجلس اداره نادي الزمالك على فكره، وكابتن حسن سليمان بس عشان نعرف بعض تقريبا من مش عايز اقول سنين يعني حوالي 40 سنه والله. فانت زي ما اتلخبطت كده في الاول وانت بتقدم المهندس هشام نصر، ده عنوان اليوم الجميل، يعني خلاص انت اتلخبطت مين اهلي ومين زمالك، طول عمرنا علاقاتنا محترمه وقيمه مع رموز الزمالك الحقيقيين، عمرها ما اختلفت ولا اختلت. انما كان ينقص اللي هو التعاون فعلا وان يبقى فيه تبادل، ان يكون موجود في المقام الرسمي او المكان الرسمي لنادي الزمالك الرموز دي تكون موجوده. الحمد لله النهارده يوم جميل ويوم تاريخي ان احنا نشرف ان احنا نيجي نادي الزمالك القلعه العريقه، احد قطبي الكره المصريه اللي هي بيقوم عليها الكره المصريه او الرياضه المصريه، مش في مصر بس، ده القوى الناعمه في العالم العربي كله هو الاهلي والزمالك، وطول عمرنا اصحاب واخوات وفي الملعب بنتنافس وبيننا وبين بعض افيهات وحاجات جميله ونقعد نهرج وننكت، كل ده وارد وكل ده جميل ادام ما بنخرجش لا بره الروح الرياضيه ولا بره اواصر المحبه والاخوه الاصيله اللي ما بيننا. هك شفت يوم وفاه الوزير اخونا الفاضل العمري فاروق التواجد بتاع مجلس اداره نادي الزمالك وكان الوفاء احد من عندهم، وفي الجنازه وفي العزاء، فالحمد لله العلاقه متينه وان شاء الله نتجمع دايما في الافراح ان شاء الله دايما. كابتن احمد سليمان، المسؤوليه ليست على النطاق الرياضي ولكن مسؤوليه تجاه الدوله المصريه، شايفين فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتحرك في كل الاتجاهات، وانا عارف ان حضرتك يعني قايم بدور كبير جدا مع مجلس اداره الزمالك، انك يعني نقدر نقول عايز تطلع بقلعه نادي الزمالك وتطلعوا بقلعه الزمالك لان الرياضه المصريه شطرايها او قطبيها هم النادي الاهلي ونادي الزمالك. اولا بنرحب بمجلس اداره نادي الزمالك وبنترحم على الاخ العزيز لعمري الفاروق رحمه الله عليه، وعايز اقول لك ان مفيش كان مناسبه عليا ليا غير ما طارق انديل والعمري فاروق كانوا موجودين فيها على المستوى الفرحه او الحزن، على طول مشاركينا في كل شيء، فرحمه الله على عمري ومرحبين بمجلس اداره نادي الزمالك الاهلي.
لكن بنقول في الاخر الاهلي والزمالك طول عمرهم قوام الانديه المصريه المنتخبات المصريه على مستوى الالعاب الجماعيه على مستوى كره القدم. واحنا شفنا في منتخب مصر كان يجهز معاه كابتن حمد الصيدقي، كابتن شوقي غريب كان مرافق كابتن الخطيب في شركته، كل الحاجات دي العلاقات بيننا وبين بعض. لكن زي ما طارق انديل قالوا الكابتن هشام، هي تنافس في الملعب، تنافس شريف. كان دايما بيقول لك الناس خلي عندك روح رياضيه، الروح الرياضيه دي يعني يبقى في علاقه كويسه، اللي معروف ان يراد دايما بالاخلاق الحميده، وده النهارده اللي احنا بنرسوه كمجلس اداره النادي الاهلي واداره نادي الزمالك للشعب المصري كله، اللي احنا كلنا من ورا موثوقه رئاسه الجمهوريه برئاسه الفتاح السيسي والمنتخبات القوميه ورفع اسم منتخب مصر على مستوى الالعاب. واحنا يعني انا استغل وجود حضرتك الاستاذ طارق انديل، ايضا المهندس هشام نصر، قياده فنيه جديده للمنتخب المصري، ورهاننا دايما بيبقى على المدرب الوطني. شفنا انجازات كتير اتحققت مع المدرب الوطني الكابتن حسن شحاته. املنا ورسالتنا اللي تقولوها للجماهير اعتقد النهارده مع وجود جهاز فني وطني بقياده الكابتن حسام حسن وزياره الاهلي والزمالك، اعتقد يا باشمهندس رساله كبيره جدا لكل افراد المنظومه الرياضيه في مصر مش في الاهلي والزمالك فقط. انا حابب اضيف على كلامك حاجه مهمه جدا، المكسب ما بيبقاش جوه الملعب، المكسب بيبتدي من بره الملعب. لو اي مدرب بيتم مساعدته وتهيئ الاجواء اللي من بره الملعب، اللي جوه الملعب ده بيبقى نتيجه الامتحان، نتيجه المذاكره اللي بتتم بره، المساعدات الخارجيه، التهيئ الاجواء المظبوطه، زائد بقى العلم التدريبي والتغذيه والنفسي والكلام ده كله. هنساعد المدرب الوطني اكيد هيحقق نتائج كويسه جدا، وده اللي المفروض يتم الفتره الجايه. استاذ طارق رسالتك الاخيره للجماهير المصريه لعوده المسار الصحيح للكره المصريه، احنا بعدنا من 2010 بعيد، مصر بعيده عن منصات التتويج الافريقيه، الرساله اللي تقولها وانت موجود في احد قلاع الرياضه المصريه نادي الزمالك. الجمهور هو العنصر الرئيسي في المنظومه الرياضيه، هو العنصر رقم واحد. رجوع الجمهور للملاعب وللاستادات دي هتبقى خطوه موفقه جدا في ظل العلاقه الوطيده بين مجلس ادارتي النادي الاهلي والزمالك، وان يعني نتمنى نشوف الجمهور بعد كده جمهور الاهلي والزمالك قاعدين مع بعض في الماتشات، نتمنى كده في ماتشات الاهلي والزمالك تبقى العلاقه احسن ما يكون. اعتقد مبادره مهمه جدا بيقولها الاستاذ طارق انديل، عايزين نشوف جمهورنا الاثنين مع بعض، خاصه احنا مقبلين على مباراه كبيره جدا، مباراه الاهلي والزمالك اللي تقام في المملكه العربيه السعوديه الشقيق. اعتقد برضو رساله مهمه من الكابتن احمد للجماهير سواء جماهير الزمالك جماهير الاهلي. انا سعيد طبعا بقرار الدوله زياده الجماهير في المدرجات لحوالي 20,000، وده شيء طيب جدا، لان كره القدم اصابها الجمهور، هو المنافس هو الوحيد اللي بيدي الحماس وبيدي القوه للعبه. ان شاء الله ده ان شاء الله ده اللي انا شفته النهارده والروح دي الموجوده، هنكون سفير كبير جدا للكره المصريه وللشعب المصري في بلدنا الثاني السعوديه، وديربي من ديربيات اللي هو متابع على مستوى العالم، كان رقم 10 او 11 على مستوى العالم الدربات المهمه للاهلي والزمالك. ان شاء الله يكون فعلا حدث محترم يليق باسم الكره المصريه باذن الله. انا شايفه ان الكلام ده كلام محترم جدا، وده جزء يعني مما قيل بالامس وجزء من اللقاءات، والرسائل مهمه جدا لما تيجي تتكلم ان رؤساء مجلس الاداره بيتكلموا بهذا الشكل، فده لا يلزم يكون ليه انعكاس محترم وانعكاس فيه نوع من الوعي عند الجماهير المصريه. لهرجع اقول تاني، احنا طول عمرنا واحنا صغيرين كنا بنبقى سامعين عادي البيت الواحد بيكون فيه اهلي وبيبقى فيه زمالك وفي انديه اخرى على فكره بانتماءات تانية، ده طبيعي جدا، كل واحد حر، كل واحد